أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سمعت أن مهر الحور العين 30 ختمة للقرآن، فما صحة هذا القول؟ الله أعلم. مهر الحور العين العبادة والطاعة وقيام الليل، صيام النهار والجهاد في سبيل الله، ما هو 30 ختمة بس. هذا سهل، لو أنه بحصل في الحور العين 30 ختمة بس، لا، في الأعمال الصالحة كلها. نعم.